بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا بكتاب الصلاة، قلنا الآن كل ما يأتي معنا الصلاة فريضة ونافلة، صيام فريضة ونافلة، زكاة فريضة ونافلة، حج فريضة ونافلة، عمرة فريضة ونافلة مثلا، أو واجبة ونافلة. لماذا؟ الأول أنت عبد، والله سبحانه وتعالى هو السيد المالك المتصرف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لك أن تقول لماذا الصلاة فيها فرض ونفل، صحيح؟ تقول آمنت صدقت سلمت. الثاني لسداد النقص الذي يكون في الفرض، صح؟ ولهذا يشرع أدبار الصلوات المفروضة الخمس أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا؟ تستغفر لأنه عملك لابد يكون فيه تقصير، لأنه عمل بشر. الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وفتح باب النافلة حتى تزيد في الحسنات، تزيد في الطاعات، تزيد في إيمانك، مفهوم؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم منهم أن الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة، بالتفكر في مخلوقات الله، بترك المنكرات، صحيح؟ طيب الفرض قلنا الصلوات المفروض الخمس، عندنا قصر للرباعية. الفقهاء رحمهم الله الفاظ عندهم دقيقة، يقول قصر الرباعية حتى تتنبه أن صلاة الفجر والمغرب ليس فيها قصر، مفهوم؟ وما يقول لك قصر الصلاة، لا، يقول قصر الرباعية، تمام؟ والجمع يكون بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذن الفجر ما ليس له قصر ولا جمع، تمام؟ متى يكون القصر للرباعية؟ في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية في السفر، تمام؟ والجمع بين الصلاة في السفر وفي المرض وعند الخوف، وحتى لا يحرج أمته عند الحرج. مثاله هذا الأخ الآن لديه مريض، والمريض هذا يحتاج إلى دواء ولا يستطيع أن يترك المريض، يخرج للصلاة الجماعة لو خرج، أو مثلا طبيب وبدأ في العملية الساعة 11 وفتح بطن المريض مثلا وبسم الله يشتغل، ما يستطيع أن يترك المريض ويمشي، صح؟ اي نعم. إذن هنا حرج. أما بعض الناس يقول والله اليوم تعبان ودي أن أنام قليل وخلي دائما العصر مع الظهر، نقول لا، إذا جاء الحرج يصح أن تجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت الأولى أو وقت الثانية، وكذلك المغرب. طيب عندنا سنن تسمى، قلنا فريضة ونافلة، قلنا الفريضة الصلوات المفروضة الخمس مع الجمعة. الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر، لكن يصح أن يصلي المسافر الجمعة وتنعقد به، ويصح أن يصلي إماما بالناس. أقل عدد لصلاة الجمعة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ثلاثة، خطيب ورجلان، مفهوم الشيخ؟ يعني ثلاثة تنعقد بهم الجمعة، حديث 40 رجل وكذا، قلنا مسائل خلافية نريد نتركها الآن. صلاة الجمعة يا أخواننا، صلاة الجمعة الآن عندنا خطيب حصل له ظرف تأخر في يوم الجمعة، ما استطاع أن يتصل على المؤذن أو جماعة المسجد ويعتذر، اعتبر أنه أغمى عليه ومعذور الإمام، انتظروا جماعة المسجد، انتظروا وآخر شيء صلوا ظهرا 4 ركعات. جاء الخطيب الإمام هذا المريض الجمعة الثانية وصعد المنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يؤذن أذان واحد عندنا الجمعة، أذن المؤذن ثم بدأ بالخطبة، قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جلس، قام الخطبة الثانية وقال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، اتقوا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونزل وقال: أقم الصلاة، وصلى بالناس. بعد أن انتهى من الصلاة وفرغ من صلاته، قام فيهم خطيبا، قال: لا يوجد فيكم عاقل يستطيع أن يقوم يقرأ آية حديث وصية بتقوى الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل. صحيح يا أخواننا، عندنا الناس انقسموا إلى طرفين وسط: إما أن يتكلم بلا علم، صح، أو يكون لديه علم ويكتم هذا العلم. وسط، لا يوجد وسط. تصلوا ظهرا، لا يستطيع واحد أن يتكلم بهذا، خذ ورقة واقرأ منها. لا تطول على الناس، اختصر يا أخي، خير الكلام ما قل ودل. بل من فقه الخطيب أن تكون الخطبة مختصرة موجزة. إذا تركنا، يعني من يعرف السنة ومن يعرف العلم، إذا تركنا المنابر نترك المنابر لمن؟ صح؟ أي نعم. من النوافل عندنا شيء يسمى بالسنن الرواتب. سنن رواتب يعني سنن مرتبة مع الفروض، سنن مرتبة مع الفروض. يبدأ بأي سنة؟ الظهر. لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. الظهر ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. آكد السنن الرواتب هي 10 أو 12 ركعة، آكد هذه السنن راتبة الفجر. أولا، تميزت عن بقية السنن الرواتب بأمور، منها الفضل، لأنه خير من الدنيا وما فيها، قراءة خاصة لها. صحيح، قل يا الكافرون قل هو الله أحد. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وتخفف، وأيضا فيها أنه ينام على شقه الأيمن، هذا في بيته، هذا لمن كان يقوم الليل على قول. خلاص، يعني تميزت عن بقية السنن بأمور 5، من أهمها الفضل، مفهوم، خير من الدنيا وما فيها. آكدها يقول: صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تشرع عند الخسوف والكسوف. الله سبحانه وتعالى يخوف العباد، يشرع أن نصلي ركعتين. الأولى يصلي كالصلاة، يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أقصر من السورة التي قرأها في القيام الأول. إذا الركعة فيها ركوعان، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للركعة الثانية. الثانية يجعلها كالأولى، يقرأ الفاتحة وسورة هي أقصر من الركعة، الركوع الثاني. ثم بعد هذا يركع ويرفع، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أقصر من التي قبلها. ثم بعد هذا يركع ويرفع سمع الله لمن حمده، ويسجد، يجلس، يسجد، يجلس للتشهد، ثم يسلم. صلاة غايرت بقية الصلوات. يخوف الله سبحانه وتعالى، أشرع عند الكسوف الصلاة
والاستغفار والصدقة، نصلي حتى يغلب على الظن انكشاف ما نزل. طيب، أيضا عندنا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين تصلى في وقت واحد، صلاة الاستسقاء صلاة العيدين وقت واحد، عندما تطلع الشمس قيد رمح تشرع هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين.